السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الدعاء شلونك؟ حياك الله، الله يسلمك. الله يبارك فيك. طبعا انا صديقكم من سنين طويله، واليوم حبيت اشارك لان انا هم الى حق وياكم، وهذا البرنامج ان شاء الله من خلال هذا البرنامج يوصل صوتنا. انا عهد من بغداد. اهلا بك يا اخ عهد، حياك الله. الله يبارك فيك. نعم. احنا من ذوي الشهداء. نعم. الانتفاضه 91، وان حق احنا كعسكريين منتسبين للنقل وحيدين عائله. نعم. وسويت اكثر من كتاب وقابلت اكثر من مسؤول. يعني ما توصل، يعني احنا كتب رسميه جاي توصل لوزاره الدفاع والوحداتنا انه العند شهيد يحق له حق النقل. انا عندي 4 شهداء ووحيد عائله ومتضرر من النظام البائد، وردت كتاب نقل، والكتاب اذا ترفع خلال شهر. هسه انا صار اكثر من سنتين او ثلاثه يعني ارفع كتب وما جاي توصل. هاي اخر شيء هسه صار 3 اشهر رافع كتاب. جيت على الوزاره لو الكتاب وصل لنا بس ما ندري بيه وين، شنو ما ندري بيه وين ما اعرف. يعني ما جاي نعرف احنا هسه هاي من خلال برنامجكم، يعني اكو احد. طيب انت صوت. طيب انت ما سالتهم لعب منو اللي يدري؟ انا رحت ورفعت الكتاب بيدي وسلمت الكتاب ورحت لمؤسسه الشهداء وجبت كتاب وسلمت الكتاب وللجهه المعنيه وقالوا راح نروح على وزاره الدفاع دائره المراتب. زين. رحت على دائره المراتب قالوا جايه كتب بس كتابك ما ندري بيه، جاي ما جاي عود انتظر هي تجيك. هسه هم طلعوا يدرون بيه لو ما يدرون؟ مو انت قبل شويه تقول يقولون واصل بس ما يعرفون بيه وين. ما يدرون بالكتاب. هسه انت تقول يقولون يمكن واصل ويمكن لا. هسه بس سؤال، انت كتابك اخر مرحله وصلتها، كتابك وين كان واصل بالضبط؟ كتابي اكو شو اسمه دائره باب المعظم اللي هي تستقبل الكتب مال الجرحى والشهداء والمتضررين وما اعرف شنو. نعم. وتنقلها علما دائره المراتب. نعم. هذا الكتاب ما يطول شهر بس. زين. اوصل لك الفكره. تمام. انا فاهمه عليك. وزاريا ما يطول شهر، وهسه انا صار لي اكثر من 3 اشهر. انت ده تقول رحت راجعت. اوكي. رحت راجعت قالوا ودينا الكتاب، رحت الوزاره قالوا كتابكم ما جاي، جاينا ما جاي بالبريد بعده ما نعرف. لا هسه هم قالوا لك كل هذني جاي لو ما جاي ما نعرف، يمكن واصل يمكن ما واصل، كل هذني قالوا لك اياهن؟ قالهم ذني قالوا لي اياهن وبحضور يعني والله ما ادري عشان ناس والله ما اعرف. زين. لا هسه هو الموضوع ما يستوجب، انت مواطن وعلى حق، وبالنهايه ما لك مصلحه غير انه انت تحصل على حقك وفق الاطر القانونيه والسياقات. زين عهد. نعم. ما رجعت مره اخرى للدائره؟ ما قلت لهم يابا ليش يقولون الوزاره انه ماكو الكتاب يمهم؟ شنو القصه؟ لعب منو اللي يعرف؟ والله خاف اقول لك وما اعرف هي مش. لا احكي الموضوع مثل ما هو، هذا حقك. اوصل لك اياها. تدرين اخر شيء لقيت المقدم ايش قال لي؟ قال لي اخي لا تسولف وياي هواي، عندي شغل. يعني سالته سؤال، قال لا تسولف وياي هواي، عندي شغل. اي ادري. قلت له سيد مو كتابي؟ قالوا لي ما جاي وما مرفوع وهذا رقم وتاريخ عندي. قال لا تسولف وياي، عندي شغل، يلا سد الشباك ومشوا. حكي من الباب ماكو، من الشباك يحكي لك كلمتين سد الشباك ومشى. زين. بشعبه الخدمات اللي باب المعظم. ايش اريد اوصلها؟ شعبه الخدمات اللي باب المعظم، حكيت مقدم شخصيا، قلت له سيد على قال لك سولف وياي، هاي حكيت وياه كنت برافعين وهاي هذا كتابك مرفوع، هذا كتابك يقول لي مرفوع بالحاسبه. قلت له ما يوصل لي هناك دائره المراتب، قال شو اسوي لك؟ يلا روح الله وياك. زين شو اسوي؟ تتعارك؟ زين هو 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 ما قال لك انه لا تحكي وياي عندي شغل؟ ليش هو انت مو شغل بالنسبه له؟ انت مو مواطن عراقي رايح تتراجع وتسال عن حقك؟ هو رجل هم معذور بكلامه، يقول له انا حكيت وياك ثلاث حكايات كلش كافيه، هذا اسمك. لا لا هي مو كافيه، لا هي مو مني، هم ما يحملون العالم مني. يعني انا بس اسمح لي، بس اسمح لي اخ عهد، اذا كنت انت صادق بكلامك احب اقول لهم للجهات المعنيه وللمقدم اللي يحكي وياك يعني بهذه الطريقه، ما تعاملون الناس بهاي الطريقه، هي مو مني، انتم ما تمننوهم نهائيا، هذا واجبكم. انتم تقعدون وياهم وتحكون وياهم باسلوب، لان المواطن العراقي جاي يطالب بحقه، هو ما جاي يخالف. لعد ليش المواطن العراقي من ينتقدكم من تدورون فلوس جوا العبايه وتقولون ها والله لا احنا ما ندور رشه، بس المواطن يدفع حتى تمشي معاملته؟ الا بفلوس، يعني بعينه الحاله الا بفلوس. زين، يعني احنا عندنا حق. خلنا اوصل لك هاي المعلومه الثانيه. يوم من الايام قابلت الدكتوره ناجحه عبد الامير الشمري. نعم. زين،
واتصال هاتفي من خلال تلفزيون يعني وبرنامج وأملوا الاتصال وحكيت وياها وقالت تعال علي للدائرة ورحت عليها تزوج قالت لي يعني قلت لها عندي 4 شهداء وأنا بال91 محكوم بالإعدام بالأول ابتدائي وهاي كلها كتب ووثائق أمه وخواته وأخوته معدومين بحزب الدعوة زين وما رأيت من عندكم بس كتاب نقل إيش ردت علي قالت الماس ما شاء الله يرحمه روح اطلع برا وحق من أنزل القرآن على فجر محمد ما بالغ بهاي الحكاية يعني دكتورة ناجحة عبد الأمير الشمري جاوبتك هيك بعد ما قالت لك وراء اللقاء اللي كان دا يعرض على إحدى القنوات الفضائية تعالي وأقوم لك باللازم نعم والقناة والاتصال على قناة آفاق وأملوا الاتصال وحكيت وياها وقالت تجذب على الطب عليها للباب زين تدفع الباب والطب قالت لك المات مات الله شاهد وكتبه ورسله صادق صادق لا ماكو داعي تحلف نعم زين المات ما تروح الله وياك شو اسوي له ثاني زين وانا بساعتها فقدت اعصابي وقمت احكي واصيح وهوس احكي لك يا صدق زين يعني حتى قمت اذكر كلام انه على والله باقين على النظام البائد واحنا غلطانين حاربنا النظام البائد وهاي نتيجتها ودرت وجهه وطلعت صار لك ايش قد مع هذه المعاناه اخ عهد؟ ها انا اقول لك اخر فتره بعد ما دخلنا تكريت يعني بال 2014 من 2014 ولهذا اليوم زين انا هاي المعاناه عايشها من نعم. 2014 ولهذا اليوم نتقدمنا من سامراء تكريت احنا بعد شويه قد خدنا بقيت بس انا الاهلي اهلي كلهم معدومين وما عندي بس والدي وزوجتي يعني ما عندي احد زين فيعني معقوله انه ما عندي حق بهذا الكتاب النقل نعم عموما حق الراز مكفول للجهات الاخرى اللي ذكرت اسمائهم اخ عهد وانت ايضا لك حق نعم عارف المقدم واسمه وشكله اطب واقول له استسلام اللي طبيت عليك وقاعد ورا الحاسبه عموما احنا يعني نامل انه تكون اكو مواجهه بينك وبين الطرف الاخر في الحلقات المقبله في حاله يعني اكيد دكتوره ناجحه قبلت انه تكون ضيفتنا حتى نعرف ما مدى مصداقيه هذا الكلام تحياتي لك أخ عهد وأشكرك لاتصالك وأكيد أرجع وأأكد مرة أخرى أنه حق الرد مكفول لكل من ذكر اسمه على لسان أحد المتصلين سواء بالحلقات السابقة أو بحلقة اليوم.